السلام عليكم يا شباب، معكم محمد رشيد من جيمينج بالعربي، وهنبتدي مع بعض اولى حلقات جديده هي الاخبار نيوز. وانا قررت باذن الله ان كل اسبوع هعمل فيديو في اهم الاخبار اللي حصلت الاسابيع اللي فاتت. ونبتدي مع بعض من اول خبر. هو عارفين انتوا طبعا الممثل اللي هو عمل شخصيه سوبرمان والاخر فيلم نزل له دلوقتي ميشن امبوسيبل فول اوت، اللي هو الواد اللي اسمه هنري سيفيك سافيل، هنري سافيل تمام. كان في سبق صحفي وسالوه ايه الشخصيه اللي تحب تعملها، فرد وقال احب اعمل جيرلت اوف ريفيا لويتشر. اللي ما يعرفش ان نتفليكس ذات نفسها بدات في الانتاج ذا ويتشر، سلسله ويتشر، من السلسله الاصليه للروايه الاصليه البولنديه، فاخدوا منها وهيعملوا مسلسل. الانتاج بدا من بقاله فتره وشغالين فيه دلوقتي، لكن ما حدش قال مين الممثلين بالظبط او مين اللي هيطلع او مين اللي هيخرج المسلسل ده. بس انا عن نفسي انا مبسوط، طالما نتفليكس اخدته اكيد هيطلع بشكل ممتاز جدا. طيب هينزل امتى احنا ما نعرفش لغايه دلوقتي، بس كل اللي مكتوب على الموقع بتاعهم الشاشه سودا، طبعا ما فيش لا بوستر ولا اي حاجه غير بس نتفليكس اوريجينال ذا ويتشر 2018، وكاتب معلومه بسيطه جدا عن المسلسل بيدور حوالين ايه. معانا الخبر الثاني ان احدث لعبه لسه نازله دلوقتي اسمها ديد سيلز، لعبه ممتازه جدا، هانشر جيم بلاي بتاعها قريب باذن الله. اللعبه دي متاحه على جميع المنصات، منها نينتندو سويتش وبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس، وطبعا البي سي طالما على اكس بوكس يبقى هي على البي سي. متاحه دلوقتي على الستور، اللي عايز يجيبها دلوقتي. لعبه ممتازه واخده ريت عالي جدا، معديه ال 9.7 و 8 و 9.5، ومواقع كتير قوي مديلها ريت عالي جدا. فاللي عايز يتابعها ما تنسوش السبسكرايب للقناه علشان تتابع معايا الجيم بلاي بتاعها، هنشر قريب باذن الله. الخبر الثاني بايو وير اللي هي عامله سلاسل ماس افكت ودراجون ايج والناس ديت، اكدت ان هم شغالين على لعبه جديده لماس افكت ولعبه جديده لدراجون ايج. اتمنى ان هم يحققوا حاجه كويسه بدل اللي عملوه في الاجزاء اللي فاتت، لان الصراحه ما كانش عاجبني خالص تدهور احوالهم وقصه قصيره ومش قد كده خالص. حتى دراجون ايج الاجزاء الاخر اجزاء اخر جزئين ليهم كمان ما كانش قد كده خالص، وبالتحديد اخر جزء كان حاجه يعني لا يرصى لها، فكلنا اتخنقنا منها الصراحه as a gamers. فاكرين لعبه هيل بليد سنوا ساكرفايس؟ لعبه جامده جدا جدا، فاكرينها؟ الشركه اللي هي عاملاها اللي هي نينجا ثيوري عملت تويتها بان هم يعني بعد يعني هم كانوا عاملين بعد ما عملوا ارباح من اللعبه، فاتبرعوا ب 25000 دولار للمنتال هيلث، الناس اللي هم المستشفى اللي مختصه بعلاج الامراض النفسيه. وعملوا دلوقتي الاخر تويته another 25000 دولار نفس المكان برضو، فالتوتال اللي هم صرفوه على الناس ديت هم 50000 دولار دونيشن تو مينتال هيلث امريكا، جمع تبرعات للمستشفى لعلاج الامراض النفسيه. معنا اخر خبر تاني ان لعبه فول اوت 76 مش هتبقى متاحه على ستيم. ده خبر مؤكد من بثيزدا ذات نفسها، الشركه المنتجه لجيمز زي فول اوت وريج والناس ديت، قالوا ان اللعبه هتبقى متاحه على جميع المنصات زي الاكس بوكس والبلاي ستيشن، وبالنسبه للبي سي هتبقى متاحه على الموقع بتاعهم فقط اللي هو بثيزدا دوت نت. يعني اللي هيجيب اللعبه دي يا اما بلاي ستيشن يا اما اكس بوكس يا اما على الموقع بتاعهم بثيزدا دوت نت. يعني حتى النسختين سواء البيتا اللي هي شغاله دلوقتي او الف
الفول جيم النسخة الكاملة هتبقى متاحة على البلاتفورم بتاعها المنصة بتاعتهم بيثيستا دوت نت او بلاي ستيشن 4 او الاكس بوكس. اوكي يا شباب شكرا على المتابعة، ما تنسوش سبسكرايب للقناة لو انت عايز تتابع احدث الاخبار وجيم بلاي لاي لعبة، سبسكرايب للقناة ما تنسوش تفعل الجرس علشان تتابع كل ما هو جديد بسرعة وبسهولة، واشوفكم الحلقة الجاية. Peace.